السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي. واليوم بإذن الله مع تحضير النص صفحة 37 و38. تحية العلم الوطني، التعريف بالكاتب، زائد شرح المفردات، زائد أسئلة الفهم، زائد الأفكار، زائد أقوم مكتسباتي للسنة الثانية متوسط، المقطع الثاني حب الوطن. نبدأ. النص: تحية العلم الوطني. في هذه القطعة تمجيد عاطفي للعلم الوطني. يظهر ذلك في مشهد تحية العلم، وبيان ما يرمز إليه وما يثيره من إيحاءات وآثار في خوض المعارك وتحقيق الانتصار على صورة البلاد، على آية المجد، على عربون الظفر، على راية الشرق، على محرك النفس، على جامع القلوب، على علم الأوطان، أي تحية وسلام. ألف تحية وسلام عليك أيها العلم، تجسمت فيك روح الوطن المحبوب، فباتت تنشد أغاني الشرف وأناشيد الحمية كلما حرك الهواء طياتك، وتمثل صورة التفاني والوطنية كلما تلاعبت أشعة الشمس بألوانك، على بنودك الزاهرة يقرأ الخائن المارق آيات النقمة واللعنة، ويتلو الوطني الصادق ألفاظ المجد وسطور الشرف، فإن قصيدة الوطنية قد رسمت على نسجك بحروف خفية، حاكتك يد الأمهات، وطرزتك يمين الأخوات، وزركشتك دماء الآباء والأجداد، فبات الوطن وكل من نحب في الوطن ممثلا في طياتك، فسلام عليك. دق النفير فكهرب القلوب، ضجت طبول وصهلت الخيول، عبست الجباه وتلمظت الشفاه، صاح صائح المجد بين القوم، والله إن يومي هذا اليوم، عند مرآك تختلج القلوب في الصدور الأبية، وترتفع الأيدي إلى الرؤوس المحنية، وتصيح الأفئدة قبل الأفواه، على الراية المحبوبة سلام، ونحن أيها العلم المحبوب نأخذ على أنفسنا العهد أن نخدمك بكل قوانا، وإذا اقتضى الأمر نفديك بالمهج ونموت هاتفين، سلام عليك يا علم البلاد، سلام عليك. إذن هذا هو النص. ننطلق الآن إلى التعريف بالكاتب. أنطون جمل كاتب لبناني، ولد سنة 1887 وتوفي سنة 1948 ميلادي. اهتم بالأدب والشعر قبل أن يصبح صحفيا، بعدها تولى رئاسة تحرير جريدة الأهرام المصرية. ألف عددا من الكتب والمسرحيات، منها أبطال الحرية، وفاء السموأل، ومختارات الزهور. شرح المفردات: الحمية، الانتصار للأهل، بنود، مفرده بند أي العلم الكبير، المارق، الخارج عن الطاعة، النفير، قيام العامة لقتال العدو، تلمظت، تذوقت، تختلج القلوب، تضطرب، الأبية، العزيزة، لها أنثى، عربون الظفر، ثمن الفوز والنصر. أسئلة الفهم: إلى من وجه الكاتب سلامه وتحيته؟ وجه الكاتب سلامه وتحيته للعلم الوطني.
ماذا يمثل العلم للوطن؟ يمثل العلم للوطن رمز السيادة الوطنية. كيف تحيي العلم الوطني؟ أحيي العلم الوطني مرفوع الرأس صامتا خافت القلب. ماذا اعتبر الكاتب العلم؟ اعتبر الكاتب العلم أنه صورة البلاد، آية المجد، عربون الظفر، راية الشرف، محرك النفس وجامع القلوب. كيف تتعامل أشعة الشمس مع العلم عندما يرفرف عاليا؟ عندما يرفرف العلم تتلاعب أشعة الشمس بألوانه. ما نوع هذا التعبير؟ هذا تعبير مجازي. ماذا يقصد الكاتب بألفاظ المجد وسطور الشرف؟ يقصد الكاتب بألفاظ المجد وسطور الشرف النشيد الوطني. تأثر الكاتب بمنظر العلم يرفرف بين طيات الهواء وأشعة الشمس، كيف كان موقفه؟ حرك منظر العلم وهو يرفرف نفسية الكاتب مما جعله يوجه له التحية والسلام. للعلم الوطني إيحاءات خاصة بكل فرد في المجتمع، اذكرها كما وردت في النص. ذكر الكاتب في النص عبارة حاكته يد الأمهات وطرزتك، حاكتك يد الأمهات وطرزتك يمين الأخوات وزركشتك دماء الآباء. العلم رمز للوحدة الوطنية عبر التاريخ، أين يتجلى ذلك في النص؟ يتجلى ذلك في قول الكاتب في النص: دق النفير فكهرب القلوب، ضجت الطبول وصهيلت الخيول، عبست الجباه وتلمظت الشفاه. اذكر المشاعر التي تنتابك اثناء تحيه العلم. المشاعر التي تنتابنا اثناء تحيه العلم هي في قول الكاتب: عندما رآك تختيج القلوب في الصدور الأبية، وترتفع الايدي الى الرؤوس المحنيه، وتصيح الافئده قبل الافواه. الفكرة العامة: تحية الكاتب للعلم الوطني وإشادته به. العلم الوطني رمز السيادة الوطنية، تمتد أصالته عبر التاريخ. الأفكار الأساسية: الفكرة الأولى تحية إجلال وتمجيد واعتزاز يوجهها الكاتب أوطان. الفكرة الثانية: العلم ولد من رحم قساوة الأيام وترعرع في ظل الاتحاد بين فئات الشعب. الفكرة الثالثة: تصوير الكاتب التحام الصفوف ومسارعة الشعب للذود عن الوطن. الفكرة الرابعة: الوعد الذي قطعه الكاتب بالتضحية من أجل العلم. المغزى العام من النص: العلم رمز العزة والكرامة والسيادة. العلم شعار وطني لكل دولة. أقوم مكتسباتي. عند مرآك تختلج القلوب في الأبية. اشرح هذا القول معبرا عما يجب أن يكون عليه شعورك الخاص حين يرفع العلم الوطني بمتوسطه. شرح القول: أي عند رؤية العلم الوطني تضطرب القلوب في نفوس الوطنيين الذين لهم غيرة وأنفة عن وطنهم. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.